مبارك معايا انا معاك دوك قول لي بيسر ترك مع التليفون بيسر ماكش معايا احنا كيك سبونطاني ما عندناش احنا مشكل واش المشكله تاعك مع علي فرقاني ما عندي حتى مشكل معاه تكلمت عليه في كثير من المرات يقولوا بانك تتكلم على انه كان وراء ابعادك من المنتخب الوطني هل هذا صحيح يا ولدي والله شوف تقصد كاس العالم كاس العالم ياسر انا عمري ما سيتيتو وما نسيتيش الاسماوات مي قلت يجي نهار وين نتكلم والسرعة واليوم ماشي وقتها سيرتو على باب العواشر ماشي وقتها مي كان يافي ان كومبلو كونتر توا يافي كيلك شوز بيان سور يافي كيلك شوز صح انا قريت في مؤخرا في نحب نقرا الجرائد القدم قريت في افريك فوتبول في سنه 1987 داروا لك روبورتاج مطول يقولوا بلي في مباراه تشيلي انت طلب منك انك ما تصومش وانت ما جيتش الفطور وصمت ولهذا تم نزعك من القائمه لا هذا غلط صمت ولا ما صمتش قول صح صمت سك احسن بلا نبداو انت بلاشاريه فولي بو يا اخي نقول واش كاين محيدي اللي نحييوه ورانا اصدقاء مالغري وصرا احنا ماناش من الناس اللي نشدوا الحسيفه ولا هو في الحياه وربي يطولوا في عمره وين والدليل مرزقان واش قال لك شعبان هنا صح قال بلي لارباس لافي كان على باله بلي حيلام ايوا الور كو ليكيب تتمد لجور ما من في الاخر بصح انت كي سمعت هكذا صمت بيان سور صمت هذا ما كان ما نصومش حبيت نصوم ها جا رمضان لازم نصوم كل مسلم يصوم مسافر كنت مسافر ها الاخرين ما صاموش ما لعبش واش مسافر ما لعبش نصوم قال لك كي صمت لي ما لعبكش لا 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 دي نجم نقابل اي واحد نجيبو كاش منها قال كنت في القائمة تاع الأساسيين لا 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 ونحاوك باسكو صمت محيدين أو في الحياة ما كنتش في القائمة ما كنتش في القائمة ما بارون بلاصون وأنا كنت على بالي بلي ما ديبار متزاير على بالي ما لعبش علاه على بالي نجم نقول لك نبدا نجم نقول لك بصح يجي وقت وين نحكي لك نبدا نقول لك كي كنا في مكسيكو على بالي ما تلعبش من تما اللي بدات الأمور وعلى بالي ما يجي نهار وين نحكيوها صح معليش نعاود نقولوا لبعض الاسئله اللي جاتنا احنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا بلي علي بن شيخ ثاني كان جوار ابروبليم يدار مع المدرب زوبا كيفاش ما تلعبني بون بلا ما نسيتي ولي نو عند كان عنده مشكل مع المدرب سعدان كان عنده المشكل في المغرب مع المدرب خالف في كل مره يقولوا انت كنت تخلق المشاكل لانك تيتي بوبولار الشعب يحبك عندك 30 ميل سبيكتاكل تاع المولوديه معاك وبالتالي كنت متكي على هذيك القاعدة الجماهيرية ما على بالك حتى بواحد لا دوك نبداو باش نبداو نبداو ملي كاع نبداو في المغرب وسليماني اسماعيل او في الحياة ليكيب ندارت لافي وانا فيها رونترون واسماعيل رومبلاسون اسماعيل سليماني كان رومبلاسون لوك سيت ان غرون جوار على 12 تاع الليل انا راقد فيه هنا واسماعيل راقد هنا معليش ما ندخلوش في لي ديتاي المهم صرات لكم حادثه صح صرات لكم حادثه صرات حاجه لتم نعم ما فيها والو صرات حاجه لتماتيك واسماعيل في الحياه انا كنت راقد هكذا حتى صبت نط حسيت صبت حيه قدام في البنك قاعده اون بيرسون قاعده في البنك تاعي بعثوها لكم المغاربه انا ياسر بعثوها لي في البنك تاعي ماشي البنك تاع اسماعيل نضنا هكذا حاوزنا لا بيرسون نو تربح وقلت له اسماعيل ما لازمش تهضر باسكو انا صباح كي نلعبو كي نلعب ما نحبش نوض نشرب قهوه بتي ديجوني نرقد شويه ومن بعد كي نضرب قهوه كحله هو نايض قلت له بالك تحكي خاطرش كاين توجور بيعي انتو كوم توجور ما هنايا في الدم يمشي وهنا يمشي عندهم هنا في الدم يمشي لازم يهم يبيع تتلاقى من تلاقى برضوان نجي نتلاقى بعدك نقول له اني سفردو لكم ما قاليش ولا سفردوان هذا هو في الدم هو انتق ومن بعد انقلبت وليت انا 16 وسماعين في لاتريبين انت وليت 16 وليت 16 كنت 6 ولا زادوا لي الان وليت 16 وسماعين في لاتريبين على جال القضيه هذه من تما ما زدتش عدت حتى ليزيليميناتوار المنتخب الوطني ثلاث سنوات تزعف انا جو نو كومبلوت با انا كان مدرب في المولوديه قال لي
انا نلعب وقال لي ندير معايا ليكيب. قلت له لا ما نديرش خاطرش نخاف نقول له باغ اكزومبل انا رفيق ما يليقش الفريق ولا انا احنا بريزي واحد. انا ملي كي تكون مدرب انت مسؤول على هادشي، ما تغلط مسموح لك كي تغلط ماشي دير توجيهات. ولهذا ما نحبش الحقره هذا ما كان زيد. واش زيد من حكيتهم لك كاع وانت فكرني فيهم راح. زيد في اسبانيا قلت لي، حكيت لي على اسبانيا قلت لي ما نحكيش بلادي، قلت لي على سعدان مع سعدان. سعدان عمري ما داوز سما تقعدوا ما زيدش تعيط لي ليكيب هذيك الضربه داوز سما هذيك. انا شفت وصرا في 82 ومن بعد زدنا دخلنا هنايا ومن بعد كي زدنا هنايا زيد تاع المروك كي لعبنا مع المغرب هذا الروتور الروتور اخي انا ما نحملش سوي كوم سا تومبيرامون مليح ماشي مليح. هذيك خلقت الله هذه نلعبوا مع المروك ربحناهم في لالي لي خمسة وستي ماتش بوليتيك. الروتور في سان جوي ربحناهم بثلاثة بريم دو ماتش يمدها واحد شخصية تمام ماشي خدمتك هذه. كان وزير كيف هذا تمد لنا انت لا بريم وانا كنت سي با سا معاه مع الوزير. انا كي ما نزعفش كي ولدك ما يجي يشوف لي النيميرو كي يشوف النومرو تيتولار يزعف كي ما نزعفش. انا قال نزعف انا هكذاك سويت سيدي قال لك فوايو اي باسكو انا قال رحت بعيد واش درت له ما نسمعش في حقي لا ما نسمعش في حقي نتنرف انا قال نتنرف. صارت انت تتضارب مع وزير في سنوات الثمانينات ما تضاربش مع وزير انت ثاني ما تمنيش الله كان ما يحملليش وين يجي يشوف المايو ما يحملش كي نلعب. اي ان جور انا كان زعفت كي لحقت لابريم عم بيجي انا كان زعفت ما لحقت لابريم. محمد طالبي ربي يرحمه قال لي باش جوز تدي لابريم. قلت له قول سكرتيري عطيه انا حياتي في الفوتبول سيد سكرتيري يمد لابريم. شكون اللي يمد لابريم؟ صح دوكا ولا للظلم نديرو حق انا ما نقدرش. ومن بعد واش قال لك؟ قالك ما تديش. لا ومن بعد قلت له محمد جيبها لنا رحم بابك. راح هضر معاه قال له البريه تاع بنجر قال له قول له هو يجي كي ولا محمد. قلت له راهي البريه. قال لي فلان لو يمدها. قلت له والله العظيم ما نديها لليوم ما ديتهاش 200 الف فيها ما نديش. اي النيف ورا النيف غير دي برك وانت معفوس. ما كنتش انت تاك ما كنت ساهل يتما انت تاني ما كنت ساهل. لا كونترار انا والله والو ما نحبش الحقره ما نحبش الحقره. كيف انا كنت متكي تاك على البيبليك مدرب؟ لا ما كنتش متكي على البيبليك. شوف دوك علاه نكذبوا دوك واحد اللي 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 تيتولار ابارونتيير تجي تنحيه. ما نقولش الميور يا سيدي نقول تيتولار ابارونتيير تجي تنحيه. علاش تنحيني؟ ما عنديش بلاصتي؟ لا باسكو هاد الخطره قالنا ما نجبدوش الاسماوات. انا في الشامبيون كنت اون بلان بوم ليكيب ناسيونال كيف من بعد قال هكذا دخلنا مور الباب هلا قال لي ادخل دوزيام ميطون. قلت له ما ندخلش دوزيام لا تروازيام. كيف انا عندي بلاستيك ماشي بسيجار كيف هذا العوج هذا هو اللي ما نحبش العوج. انا ذاك تما تكروشينا هكذا تكروشينا هكذا ومن بعد دخل عاود دار مع مصر هذيك مع مصر ودرت كروماتش ومن بعد جا قال قلت له شكون اللي دار كروماتش؟ قول ما خلينا نحمو امور ما نقولوهاش. انا الظلم اللي ما نحبوش تلمساني جمال تحاوى انا ذاك كيف تلمساني ما يلعبش كرون جوار جمال تلمساني كيف تلمساني ما يلعبش فهمني كيف ما يلعب واحد اخرين يلعب كرون جوار فرنسا نيميرو 10 مير نيميرو 10 دو فرنسا في الجزائر انا وياه درنا ليكيب ناسيونال كيف ما يلعبش. صح قلنا هذه اسكو صح في مباراه من المباريات بديتوا من لا ديفونس تاعكم تفهمتوا لي مالكين يا ما تمدوها حتى لواحد وحدكم طاك 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 هو ثلاث ثواني وجينا طالعين بها درناها انا وسماعين ملهي حتى ليه درناها انا بيسر ما تفزع حتى لواحد سي 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 فنان جمال فنان تتفاهم تلعب جمال كيف ثاني كان لاعب كبير وزيد نقول لك حاجه تفضل ليك الفضل 86 انا قلت له ما تزقينيش في التيران في سان جوي قلت له ما نزيدش نجي بعد ما تكاليفينا لي جوز اولمبيك انا قلت له سعد ما تزقيني ما تعديت عليه او يقول لك ولا كاش نهار راك انت ثاني رفضت الالوان الوطنيه. لا حبس رفضت الالوان الوطنيه من بعد تحب نتكلموا على الالوان الوطنيه نتكلموا عليهم فهمت. او هنا سعد في الحياه عمري ما جلوي مونكي دو ريسبي قال قلت له ما تزيدش تزقيلي الفريق الوطني صح هذيك الدقيقه قال لي سينو سيسبونديك. رفضت شويه صوتي لان ما تسيسبوندينيش ما نجيش وما تسيسبوندي لان شفت العجائب واش صاير رضوان
صاير العجايب في الاخر. قال لي ما يلزمش يلعبوا يلعبوا، قال لي يدخلوا على ثلاثة أربعة تاع الصباح من هذيك الديور الله الله الفاسدة وشاربين وكذا ويلعبوا غدوة من ذاك. كيف هذا؟ أنت ما تزعفش؟ وشنو احنا الاتيكات؟ يقول لك أنت كاين مسؤولين في الفريق الوطني كانوا هذاك الوقت نلعبوا. رايس اون بريباراسيون في سان جوي. باتوا في سان جوي. بيوتك شتهم لي شومبر في سان جوي كيفاش؟ شومبر اكوتي. كانت قرعة حاشاكم تاع الشراب. ينطق واحد غدوة من داك قال لي واش ما كنت مدندنها. قال لي صبنا قرعة شراب. ايه قول له قلت له تاعي انا اللي خبطتها. الوغ كو هو عارف شكون اللي كان بايت الصباح يشرب. كان عارف. جوار واحد اخر. ايه يشرب. بصح اللي جا ليا وانا ما نشربش. كي هذا انت؟ لا يا وليد افا واش تحب نقولوا؟ معليش. هذا هو الحمد لله اللي ربي عطانا صحتنا ولليومنا ما تحيت حتى الواحد باش لعبت. والحمد لله. هذا هو الصح.